الإصابة بالعين هل هي حقيقة وكيف أدفعها أتخلص منها؟ رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في أهم كتب السنة والشيعة أنه قال: العين حق، الإصابة بالعين والضرر من العين هذا حق، هذا أمر موجود. زين، كيف ندفعه؟ كيف نتخلص منه؟ عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من تهيأ تهيئة تعجبه فليقرأ حين خروجه من منزله المعوذتين فإنه لن يصيبه ضرر بإذن الله. يوميا من تريد تطلع من البيت تقرأ المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس. زين، إذا واحد أصابته عين شي يسوي حتى يوخر أثار هاي العين؟ يا أحبائي، الإمام الصادق أيضا يعلمنا، يقول: إذا أصابتك عين فارفع كفيك حذاء وجهك، أخلي إيدي قبال وجهي، واقرأ سورة الحمد، قل هو الله أحد، التوحيد أقراها كاملة، أيضا آية الكرسي والمعوذتين الفلق والناس، هذني أقراهن وأمسح بإيدي على وجهي وعلى جسمي أمسح. يقول الإمام: فإنه نافع بإذن الله تعالى.